عليك زميلتي العزيزه نواند، وكل التحيه والتقدير لجمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. يعني نقدر نقول بقى على بركه الله ومشيئه الله ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تتوجه في هذه اللحظات الى المملكه العربيه السعوديه استعدادا للمباراه الهامه والمنتظره والديربي اللي اكيد الكل منتظره، الاهلي والزمالك ان شاء الله في نهائي كاس مصر. كل التوفيق للنادي الاهلي، حاله من التركيز الكبيره جدا. عايز ابدا معاك يا نواند، الحقيقه يعني بنوعي كل جمهور النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي بتغطيه مثاليه كالعاده. يعني جمهورنا على طول متعود الكواليس وكل الامور والتفاصيل الصغيره دي بيتفرج عليها على قناه النادي الاهلي. الحقيقه معانا كروه محترم ومميز جدا كالعاده، طبعا بقياده الاستاذ ايهاب الخطيب المدير الفني لقناه النادي الاهلي، وايضا كمان معانا الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي. والحقيقه الكروه والمجموعه اللي معانا يعني ان شاء الله باذن الله هنشوف شيء عظيم ومميز جدا يعني يسعد كل جمهور النادي الاهلي. احنا طبعا يعني اقدر اقول لك 7:30 8 صباحا كان عدنا هنا في مطار القاهره، يمكن متواجدين طبعا في صاله كبار الزوار هنا بمطار القاهره استعدادا للسفر. الامور طيبه جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي على الاستعداد بالنسبه للتدريبات، وايضا كمان على حاله اللاعبين وحاله التركيز الكبيره اللي احنا شايفينها من اللاعبين بدءا من المطار. ودي بتدينا اشاره وبتدينا رساله مهمه جدا ان اللعيبه في قمه تركيزها وعندها هدف هو العوده بكاس مصر بمشيئه الله. عندنا دور كبير جدا مع مستر كولر والجهاز الفني لتحضير اللاعبين نفسيا وذهنيا، وايضا كمان الاجواء مهمه جدا ان انت تتاقلم عليها سريعا. يمكن النادي الاهلي كان قرار رائع ان انت تسافر يوم الاربعاء، ما تسافرش قبل كده عشان يكون في تركيز فقط لغايه التدريبات. فالنهارده يمكن هنقول معلومه من خلالك، انا النهارده النادي الاهلي هيتدرب على الملعب اللي هيخوض عليه النادي الاهلي المباراه، هو الملعب الاول بارك بالمملكه العربيه السعوديه. النهارده هيكون التدريب الاول، وغدا بمشيئه الله ايضا هيكون في نفس الموعد وموعد المباراه هنا 7:30 طبعا بتوقيت القاهره، 8:30 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. الامور الحمد لله طيبه جدا، يعني زي ما نقول كل لعيبه توافدت، مستر كولر الجهاز الفني معانا طبعا زي ما احنا عارفين، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي رئيس البعثه طبعا الاستاذ محمد الضماطي، متواجد معاه مهندس خالد مرتجي، طبعا كمان محافظ الالقاب مهند مجدي، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ محمد الجرحي. الحقيقه يعني واضحه الرساله، واضحه الرساله بشكل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. ينقصنا التوفيق وينقصنا كمان النهارده ان احنا نشوف في التدريب. التدريب النهارده كمان زي ما بنقول بيكون مهم جدا للاعبين، بيدي ايحاء للكل ان النادي الاهلي مركز، النادي الاهلي عنده هدف، النادي الاهلي يعني عايز يسعد جمهوره، لان الجمهور انا وانت عارفه عنده دور كبير جدا جدا جدا. الحاله اللي احنا شفناها او يمكن كمان تخصصنا بالنسبه للاخبار، الحاله اللي يمكن جمهور النادي الاهلي فيها الناس كانت عايزه تجيب تذاكر باي طريقه. صحيح. طبعا احنا عارفين ان العدد يتصل ل 25,000 في المدرجات، لكن الحقيقه الحاله والقيمه الكبيره جدا، قيمه النادي الاهلي كبيره، لو كان في اكتر من كده كانت هتلاقي كل المدرج للنادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى توفيق، بنتمنى كل الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي. الاستعداد هنا مميزه، الاستعدادات الاداريه الكابتن خالد بيبو، كل الامور الحقيقه طيبه جدا. ينقصنا بس ان شاء الله باذن الله ميعاد وصولنا، والامور بقى تتضح بشكل كبير جدا مجرد وصولنا الى المملكه العربيه السعوديه. طيب انا عايز اعرف منك يعني بعض التفاصيل الصغيره، هم دلوقتي متواجدين في المطار، الطياره تقريبا هتبقى امتى؟ يعني هتتحرك امتى يا كريم؟ احنا في خلال 15 دقيقه من اللحظه اللي انا بكلمك فيها نواند هتكون الطياره، كانت المفروض تتحرك 10 لكن في تظبيطات بس كده بالنسبه للطياره. ففي خلال 15 دقيقه ان شاء الله بتوجه البعثه الخاصه، الطياره الخاصه للنادي الاهلي الى المملكه العربيه السعوديه. يعني ثلاث ساعات الا او ثلاث ساعات يمكن ده الميعاد المحدد او اللي احنا سالنا عليه، مجرد وصلنا ان شاء الله مباشره على فندق الاقامه يتم التجهيز سريع، لان زي ما بنقول في تدريب، فيمكن الوقت شويه هيكون يوم طويل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. لكن القرار كان مميز جدا لمستر كولر ان انت عشان وتاخد الحاله وتاخد كمان الطقس، لان يمكن الطقس مختلف شويه، الصبح بيكون حر بالليل بيكون في بروده، فيعني لابد ان كل اللعيبه تتاقلم على الجو وعلى الوضع. لكن كل الامور الحمد لله طيبه، ينقصنا التوفيق، ينقصنا دعوات الجمهور، الحمد لله رب العالمين. زي ما بقول لك نواند، يعني الترتيبات الرائعه اللي احنا شايفينها بتدينا اشاره مميزه جدا ان لعبتنا كالعاده على قلب رجل واحد، ويا رب باذن الله تكون الفرحه لجمهور النادي الاهلي بشكل كبير. اكيد احنا واثقين ان ده هيحصل باذن الله يا كريم. خليني برضه اروح معاك لو عندك بعض المعلومات عن حفل الافتتاح، يعني هل هيكون في حفل في البدايه، حاله مثلا فقرات فنيه غنائيه، يعني هل عندك، لان ما اعتقدش ان حد اعلن، ولا مش هيكون في يعني زي ما بيحصل في الامارات؟ خليني اعرف منك لو عندك معلومه. يعني اقدر اقول لك ان الترتيبات الخاصه بالمملكه العربيه السعوديه ترتيبات رائعه جدا، وفي مفاجآت كثيره. بالتاكيد هيكون في حفل، وحفل رائع. يمكن الاعلان هيكون بالنسبه طبعا لمن يحيي الحفل، كل الامور دي طبعا بتكون خاصه ليه، طبعا الشركه اللي خاصه هناك بالاعلان عن التصوير وعن كل هذه الامور. لكن اللي احنا عارفينه والمعلومات اللي عندنا ان هيكون في حفل رائع ومميز جدا يليق بكاس مصر، اول مره الكاس يطلع بره القاهره او بره مصر. عشان كده الحقيقه بنوجه كل الشكر والتقدير طبعا للمملكه العربيه السعوديه على الاهتمام الكبير وعلى الترتيبات وكل الامور احنا منتظرين نشوفها على ارض الواقع. لكن عندنا اشاره وعندنا
معلومات كثيره جدا ان كل الترتيبات على قدم وساق. الناس يعني بتحاول ان هي توفر كل الامور الخاصه سواء لبعثه النادي الاهلي او بعثه النادي الزمالك، لكن طبعا احنا اللي في وسطنا بعثه النادي الاهلي فكل على ارض الواقع، لكن اللي انا بعت على بنتمنى ان هي تكلل بالنجاح ويفضل النادي الاهلي كالعاده رقم واحد وعلى منصه التتويج، وان شاء الله يرفع الكاس بمشيئه الله. يا رب يا كريم. كده كده احنا طبعا تغطيتنا مستمره معاكم باذن الله، توصلوا بالسلامه، واول ما بتوصلوا باذن الله هتكون برضو في يعني مداخلات كتيره جدا ولقاءات كتيره جدا وتغطيه خاصه اكيد على قناه النادي الاهلي. بنشكرك، توصلوا بالسلامه يا كريم، وتحياتنا لكل طبعا البعثه وللعيبه. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز كريم احمد.